فيما يتعلق كذلك بالتواصل الانتخابي، قام الحزب بتجديد موقعه الإلكتروني الرسمي وإطلاق النسخة الفرنسية منه، وأطلق لأول مرة إذاعة وتلفزة رقميتين خاصتين بالحزب، سهرة على المواكبة المباشرة لأغلب التجمعات الحزبية إبان الحملة الانتخابية وتغطية مختلف الأنشطة الحزبية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وتكلف الإعلام الحزبي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون بعمل مهني دؤوب لمواكبة مختلف أطوار الحملة وعرض محاور البرنامج الانتخابي وتقديم المرشحات ومرشحات مرشحي الحزب، دون أن ننسى العمليات التواصلية الأخرى التي تركت استحسانا لدى المناضلين. لا بد من الإشارة إلى المجهودات القيمة والتفاني الكبير الذي أظهره كل مناضلي ومناضلات الحزب بحس جماعي تلقائي وخبرة علمية عالية، مكنت الحزب من القيام بحملة انتخابية كبيرة. لا بد أن نهنئ ليس فقط الذين حصلوا على مقاعد، ولكن لا بد أن نتوجه خصوصاً للذين لم يصلوا إلى أن يكسبوا مقاعدهم البرلمانية، لكنهم استماتوا ودافعوا وكانوا في المستوى في عملهم التنظيمي.